السلام عليكم، مرحبا طلاب، شلون الصحة؟ قبل الله صيامكم وطاعاتكم إن شاء الله. طلاب، بالنسبة لمحاضرتنا اليوم راح تكون تكملة للي أخذناه بالمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة أخذنا اللوجيكال باينري لوجيك سيركتس أو الكومبينيشنال باينري لوجيك سيركتس اللي هي أخذنا بيها المولتيبلكسرز والدي مولتيبلكسرز. اليوم راح ناخذ الباينري آدر أند سبتراكتر، وإن شاء الله المحاضرة اللي بعدها راح ناخذ الباينري ديكودر اند انكودر. ورا ما ناخذ هاي المحاضرة راح ننزل شيت كامل بها النماذج من الأسئلة والهوم وركس على المواضيع هذه السابقة كلها. فأول شيء نريد نعرف ما المقصود بالباينري آدر والسبتراكتر. احنا بشكل عام العملية الجمع احنا متعلمين عليها اللي هي ماخذين الشروط او الرولز الاربعة اللي معروفة عندنا، اللي هي لما اجي اجمع بتين 0 بلس 0 يساوي 0 with no carry، يعني 0 زائد 0 هو 0 without carry، 0 زائد 1 يساوي 1 with no carry، 1 زائد 0 ايضا يساوي 1 with no carry، وعندنا الحالة الوحيدة اللي هي 1 زائد 1 يساوي 0 with a carry. فهذه العملية هسه هنا لو يجي يجمع، هو دا يقول انه احنا راح نجمع بتين من الواحد بت نمبرز، يعني كل بت هو عبارة عن واحد بت، يقصد بيه جاي يجمع رقمين كل واحد من عندهم عبارة عن واحد بت، ويشوف عملية الجمع كيف تتم بهالشكل هذا. فلو يجي يمثلها بتروث تيبل، يفرض انه عنده A و B ويجي يمثل عملية الجمع اللي هي الناتج، ويجي يمثل عملية الكاري، فراح يصير الاوتبوت مالتنا الـ A والـ B كإدخال اللي هي حالاتنا الأربعة المحتملة، والـ S اللي هي ناتج عملية الجمع اللي هو هذه اللي هي 0 1 1 0، والـ C out اللي هو الكاري اللي راح يخرج أو يعني يكون ناتج من نتيجة عملية الجمع. فنجي هسه 0 زائد 0 يساوي 0 والكاري يساوي 0، يعني هو نفس هذه الحالة اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي الرولز الأربعة في عملية الجمع. 0 زائد 1 النتيجة 1 وأيضا without carry، فإذا الكاري يساوي 0، 1 زائد 0 1 والكاري يساوي 0. الحالة الوحيدة اللي راح يكون عندنا بيها اختلاف اللي هي 1 زائد 1 الأوتبوت راح يكون 0، وعندنا راح يكون كاري اللي هو مقداره 1. هسه إذا نريد نجي نلقي نظرة على هذا التروث تيبل هذا، نجي نريد نحاول نفتهمه. إذا نباوع، لو فرضا نباوع على الأوتبوت S، بس احنا نلاحظ هنا عندنا 2 أوتبوتس، الأوتبوت الأول اسمه S يمثل عملية الجمع، والثاني مثل عملية الكاري. لو أجي أباوع على الأوتبوت اللي اسمه S، شنو راح ألاحظ الأوتبوت مالته؟ يعني كتروث تيبل شنو هو؟ يشبه منه؟ يشبه الإكسكلوسيف أور اللي هي السابقة، اللي لما يكونون اثنين متشابهين نتيجتهم صفر، وإذا كانوا مختلفين نتيجتهم واحد، فإذا هذه هي الإكسكلوسيف أور. أما إذا أجي أباوع على السي أوت بحدها لحالها وأقارنها ويا واحدة من الجيتات اللي إحنا ماخذيها سابقا، فراح ألاحظ إنه هي تشبه بوابة أنت اللي هي كل الحالات تكون بها صفر الأوتبوت مالتها، ما عدا حالة الواحد في واحد يكون الأوتبوت واحد. فبالتالي من ذلك راح نستنتج إنه عملية الحصول على ما يسمى بدائرة الكومبينيشن لوجيك سيركت اللي نمثل اللي بها الآدر هي مكونة من الإكسكلوسيف أور، من بوابة الإكسكلوسيف أور ومن بوابة الأند، وبالشكل الآتي. أول شيء راح ناخذ الباينري أديشن سيركتس. لوجيك جيتس آر يوز تو أكومبليش ذا أريثمتيك. إحنا دائما نستخدم البوابات المنطقية حتى نسوي فد عملية معينة، وهذه العملية عادة ما تكون عملية رياضية، يعني عندنا فد معادلة، عملية جمع، عملية طرح إلى آخره. فحتى أنفذها راح أحتاج إلى مجموعة من اللوجيك جيتس. فأول عملية أساسية بالعمليات الرياضية هي عملية الجمع. عملية الجمع حتى تنفذ راح أحتاج إلى بوابة exclusive or وبوابة الأند. هنا راح يجي يسوي مقارنة أو يشرح ما الفرق ما بين الأور الاعتيادية، بوابة الأور الاعتيادية وبوابة exclusive or. يعني أنا عندي تسميتين لحالة الأور، عندي الإكسكلوسيف أور وعندي الأور. من هي العملية اللي أستخدمها بالجمع؟ شوفوا عادة نتفق عليها من البداية، اللي تستخدم في الجمع هي الإكسكلوسيف أور وليس الأور الاعتيادية، والسبب موضح عندكم هنا. ذاكر لكم logic gates are used to accomplish the arithmetic operation of binary addition in digital circuits، يعني تستخدم البوابات المنطقية لإنجاز العمليات الرياضية بخصوص عمليات الجمع الثنائي في الدوائر المنطقية. A two-input logic gate لما تكون عندك بوابة من إدخالين
راح احتاج هي to accomplish the addition of two binary numbers. اذا راح يكون عندنا لما اجمع رقمين باينري بالنظام الثنائي، رقمين باينري اريد اسوي لهم عمليه addition، راح احتاج الى بوابه منطقيه ذات ادخالين، لان هو 2 bit binary number. اوكي، فالاكسكلوسيف اور جيت از used to achieve binary addition. اذا هسه ايش راح نستخدم؟ راح نستخدم بوابه الاكسكلوسيف اور حتى انفذ عمليه الباينري addition، which is slightly different from the basic or gate. اذا هي تختلف اختلاف بسيط عن منو؟ عن الاور جيت الاعتياديه. An inclusive OR. The inclusive OR اللي هي نفسها الOR الاعتيادية. ذاكر لكم هنا اسم ثاني اللي هي inclusive OR. هو هنا يعني يريد يسويها كمقارنة ويا exclusive OR. Inclusive OR اللي هي الOR الاعتيادية اللي إحنا ماخذيها، اللي هي كل الحالات صفر صفر تطلع بيها صفر. الOR الاعتيادية يعني عملية الجمع الاعتيادية والبقية واحد. الانكلوسيف اور اور البيسك اور هي جايكش حاليا عن بوابة الاور. انتجرز توجذر، اد انتجرز توجذر اند برودوس ان اوتبوت 1 وين بوث اور ايذر انبوت ار هاي. اذا هسه هنا اذا يمت تنطيني بوابة اور هاي، ذاكر لكم التروث تيبل بصيغة كلامية انه هي تنطي اوتبوت واحد لما تكون وحدة من الادخالات واحد أو اثنيناتهم واحد، راح يكون الأوتبوت إلها واحد. However, an OR gate does not achieve the binary addition. إذا هي ما تستخدم في عملية الجمع الثنائي، في عملية الجمع بالنظام الثنائي ما راح نستخدم ال inclusive OR أو OR الاعتيادية. The binary addition because of the distinct operation compared with the exclusive OR. طبعاً بيها فد خاصية معينة اللي هي تستخدم موجودة بيها ال exclusive OR، ما موجودة بالأور الاعتيادية. The figure below shows the OR gate as exclusive OR gate with the logic symbol and boolean expression. هنا أنا أسوي لكم في المراجعة سريعة. هذه بوابة الأور الاعتيادية. شنو الفرق البسيط؟ distinct difference between inclusive OR والexclusive OR. الinclusive OR إنه لما يكون واحد من إدخالاتها واحد تنطي الأوتبوت واحد، وكذلك لما يكونون اثنيناتهم واحد تنطي الاوتبوت واحد، بينما هنا لما يكون واحد من عندهم فقط هو واحد تنطي واحد والبقية تنطي صفر. هذه بحالة الانكلوسيف اور، وهذه كاتب لكم اياها كمعادلة. يعني هنا المعادلة مين نحصلها؟ هذه شوفوا الاختلاف البسيط اللي صاير بيه ويا بين الاكسكلوسيف اور والانكلوسيف اور، هو فقط في هذه الرو الاخير. هذا الرو الاخير اللي هو معادلته اسمها اي بي. يعني هسه انا هذه الاكسكلوسيف اور حتى يكتبها هي الفاينل هي اي زائد بي، بس اذا يجي قبلها بخطوه هي منين جايه الاي زائد بي؟ جايه من كتابه المعادله بالشكل الاتي: اي كومبلمنت بي، وهذا اسمه اي بي كومبلمنت، وهذا اسمه اي بي. فهو هذه هي الحدود. لما يكتبها ويبسطها يطلع البي عامل مشترك، يستخدم نظريه دي مورغان، راح تطلع فقط الاوتبوت يساوي ان زد اي تساوي زد تساوي اي زائد بي، بينما هنا فقط الحدين اللي هي الاي كومبلمنت بي زائدا الاي بي كومبلمنت، واللي هي من هي؟ اللي هي تكافئ ان اي اكسكلوسيف اور بي. زين، فهنا ذاكر لكم هذا الكلام، وهنا يقول هنالك اختلاف بسيط ما بين استخدام البوابتين هذول. هنس لذلك بوابه الاور achieves OR addition of integers whereas the inexclusive OR performs the binary operations. إذا هسه وين نستخدم الOR وين نستخدم الexclusive OR؟ الOR تستخدم في عملية جمع الأرقام الصحيحة الانتجرز. الانتجرز يعني الأرقام الصحيحة، عملية جمع الأرقام الصحيحة راح استخدم بها بوابة OR، بينما الexclusive OR وين performs what؟ performs the binary addition. إذا هسه صار عندنا واضح إنه لما أجي أسوي عملية جمع بحالة الانتجرز راح أستخدم الأور، بحالة الباينري أديشن راح أستخدم الإكسكلوسيف أور. هنا ذا يقول إنه ممكن أنا أستخدم مجموعة من اللوجيك سيركتس اللي هي تمثل لنا الإكسكلوسيف أور أو الإنكسكلوسيف أور، اللي هم باستخدام الأند والأور والنوت والناند، وهذه ذاكرها إحنا في محاضرات سابقة. فنجي أول نوع من أنواع الكومبينيشن لوجيك سيركتس اللي يستخدم بالأديشن يسمى بالهالف أدر. هالف أدر، أدر يعني الجامع، هالف أدر نصف الجامع. يعني أكو عندنا الهالف أدر راح ناخذ، وراح ناخذ خلينا نشوفها على السريع، راح ناخذ الهالف أدر، راح ناخذ الفول أدر، وراح ناخذ البارل أدر، بارل باينري أدر. فإذا راح ناخذ ثلاث أنواع من الأدرز
أول شيء عندنا الهال فادر، طبعاً مثل ما أخذنا بالمولتيبلكسر والدي مولتيبلكسر، ما اللي إذا تعرف واحد من عندهم راح تعرف البقية، يعني مو فد شيء صعب. اللوجيك سيركت بلوك used for adding two 1-bit bit numbers or simply two bits is called a half adder circuit. This circuit has two inputs which accept the two bit of two outputs. إذا هسه هنا أنا إذا تلاحظ هنا أنا شنو راح نستخدم؟ راح نستخدم عملية جمع بتين بإدخالين، دائرة بيها تحتوي على two inputs يعني إدخالين، فبالتالي هي هي تأخذ إدخالين two bits and two outputs. إذا راح يكون عندنا two inputs and two outputs. ليش two outputs؟ إذا نرجع قبل قليل شنو ذكرنا؟ نرجع على كلامنا السابق بداية المحاضرة، هذه عندنا إذا عندي بتين جاي أجمعهم، كل واحد مكون من one bits، فإذا هذا إدخال وهذا إدخال، إذا هذا بت وهذا بت، إذا two inputs هذولي اللي هي الأي والبي، والأوتبوت راح يكون two outputs. الأوتبوت راح يكون عبارة عن two outputs، واحد يمثل عملية الجمع، العملية الجمع هذه واللي هي يا عملية الجمع الإكسكلوسيف أور، عملية الجمع الإكسكلوسيف أور وليس عملية الجمع الإنتجر، والأوتبوت الثاني اللي يمثل لنا حالة الكاري. فلو نجي على الهالف آدر، نرجع على الهالف آدر، الهالف آدر إذا الدائرة مالته راح تكون عبارة عن إكسكلوسيف أور وأند جيت، فإذا هي عبارة عن إكسكلوسيف أور وأند جيت، فهذا الكلام مذكور هنا إنه to accomplish the binary addition، حتى نحصل على عملية الباينري أديشن باستخدام بوابة الإكسكلوسيف أور، there is a need of additional circuitry to perform a carry operation، إذا إحنا راح نحتاج إلى دائرة أخرى لتمثيل حالة الكاري، يعني أنا مو فقط عندي جمع وإنما عندي نتيجة الجمع وعندي النتيجة للكاري، تعرفون الكاري راح يأثر على الناتج. فبالتالي half adder is formed by connecting AND gate here to the input terminals of the exclusive OR gate so to produce the carry as shown in the figure below. فنلاحظ هنا هذا دائرة half adder، هذه half adder شنو راح يكون بها؟ راح يكون بها إدخالين، يعني واحد اسمه A والثاني اسمه B. شنو راح يكون الأوتبوت من عدها؟ راح يكون الأوتبوت من عدها واحد اسمه summation والثاني اسمه C out أو C O، هذه معناته C out اللي هو الكاري. The truth table هذا نفس اللي ذكرناه قبل قليل، وهذا السميشن وهذا هو الكاري اوت بالضبط نفس الحالة السابقة، بس راح نلاحظ هنا راح نمثلها بلوجيك سيركت بهالشكل هذا، اللي هي عبارة الـ A والـ B راح تكون عبارة عن إدخالين، A والـ B رايحين أول شيء على الـ exclusive OR اللي هي هذه، حتى أحصل من عندها منو؟ على السميشن، هذا رمز السميشن، أوكي؟ فإذا حصلت على الحالة الأولى أو الأوتبوت الأول. بقى الاوتبوت الثاني حتى احصله لازم احصل اربط بيه بنفس الـ A والـ B، اربطهم ويا بوابة ويا بوابة AND، فإذا هذا الشكل النهائي كله، هذا الشكل النهائي هذا الشكل النهائي شنو يمثل لنا؟ يمثل لنا الـ half adder. زين، in the above half adder input are labeled as، هاي هنا ذاكر لكم انه الادخالات هي A وال B والاوتبوت اسمه C والاوتبوت الثاني اللي اسمه C out. هنا عندنا سؤال، ال half adder has limited number of applications، اذا التطبيقات اللي راح يستخدم فيها تكون محدودة، and practically عمليا not used in applications especially multi digit additions، اذا هذه تطبيقاتها راح تكون محدودة ما يستخدم بشكل واسع، وخصوصا ما يستخدم فيه خصوصا في عملية الجمع البتات لما تكون مكونة من أكثر من بت. هسه احنا إذا تلاحظ شنو اللي جمعنا؟ جمعنا فقط بتين فقط، يعني لما يكون الـ A هو عبارة عن بت واحد والـ B راح يكون بت واحد، والاحتمالات اللي راح تكون هي فقط أربعة، فبهاي الحالة فقط قدرت أستخدم half adder، لذلك هو يسمى half adder. هسه راح نلاحظ لو زيدت عدد البتات أو زيدت عدد الإدخالات إلى ثلاث إدخالات، يعني لو كان هنا عندي A و B و C، راح أشوف إنه ما راح نقدر نستخدم الهاف أدر، فبالتالي راح يكون عندي هاف أدر ليميتد بالأبليكيشنز مالته، وما يستخدم في تنفيذ عمليات ذات الأديشنز اللي لما تكون البتات فيها أكثر من، يسميها المولتي ديجيت أديشن، هي الأكثر من بت واحد أو أكثر من بتين. فإن such applications في مثل هذه التطبيقات، الكاري of the previous digit addition must be added along with two bits، hence it is
3 bit addition. فاذا لما يكون عندنا مثلا عمليات المالتي ديجيت ابلكيشنز اللي راح تكون عندي كاري في كل مرحله، ممكن يتولد عندي كاري، فبالتالي هذا الكاري اثر على عمليه الجمع، فهو اذا ما ياخذها بنظر الاعتبار فبالتالي شنو راح ياثر؟ راح ياثر على عمليه الجمع، بالتالي هاي الحاله راح نشوفها في حاله ال 3 bits addition. فاذا نجي ناخذ الفول ادر، الفول ادر راح نجي نشوفه راح يحل لنا هذه المشكله. A binary full adder is a multiple output combination logic network. إذن هو أول شيء multiple output، يعني شنو؟ يعني متعدد الإخراجات، يعني في أكثر من إخراج. That performs arithmetic sum. شنو راح يسوي لنا؟ يسوي لنا عملية الجمع يعني الرياضي of three input bits. إذا لما تكون الإدخال ذات ثلاثة بتات. As we have seen، كما رأينا سابقا، that the half adder cannot respond to three inputs. هذا الكلام ذكرته أنا قبل قليل، إنه الهالف adder ما يقدر ينفذ حالة الجمع لأكثر من بتين، فبالتالي راح نجي نحلها بعملية الفول adder. الفول adder يحل لنا الحالة three bits input. فإذا هو مين يتكون؟ It consists of three inputs. يتكون من ثلاث إدخالات، in which في كل واحدة من عندهم two are input variables. فإذا هسه شوفوا هنا راح ننتبه على طريقة تصميم الفول أدر، راح يكون بها نوع من الحفظ، لكن هو سيناريو ثابت للحل. يعني خلينا نقول أنا راح يكون عندي ثلاث إدخالات اللي هي الـ A والـ B والـ C، هذه إحنا متفقين عليها إنه أنا إدخالاتي بها ثلاث احتمالات. زين، من أجي أصمم الفول أدر شو راح أسوي؟ راح أخذ اثنين من عندهم، يعني راح أخذ الـ A والـ B اعتبرهم شنو؟ شوفوا هنا خلينا نقرأ، in which two من عندهم، اثنين من عندهم are input variables، راح يكونون منو؟ راح يكونون الادخالات او متغيرات الادخال. represent the two significant bit to be added، راح شنو تمثل؟ تمثل لي البتين اللي اريد اجمعهم، وراح اسميهم A and B. whereas بينما ال third input terminal اللي هو مثلا راح يسميه C، ال third input terminal ايش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي الكاري، is the carry from the previous lower. يعني انا مو عندي A و B و C، ال A وال B راح يمثلوا لي عملية الجمع ما بيناتهم، والكاري اللي ناتج من عملية حالة الجمع ما بين ال A وال B راح يمثل لي يا من هو ال input variable الثالث اللي هو C. فهنا نذاكرها هذه العبارة، يقول whereas بينما the third input terminal الإدخال الثالث is the carry from the previous lower significant position and labeled as Cn. إذن هو مين جاي؟ جاينا من عملية الكاري، الكاري اللي جاي من عملية الجمع السابقة، وش راح نسميه؟ راح نسميه Cn، يعني وكأنما هو إدخال للعملية الجاية. هسه نشوف تصميمها. The two outputs، الاوتبوتين اللي راح يكونون بالاخير عندنا هي نفس الحاله السابقه، اللي هي راح يكون عندنا وحده للسميشن ووحده للكاري النهائي لعمليه الجمع. شوفوا هذه تصميم دائره الفول ادر. مين راح اكونها؟ الفول ادر حتى اصممه هو عباره عن اثنين من الهالف ادر، واجمعهم اثنين ببوابه اور. فهسه اذا اجي الاحظ هي عندي هنا ال A وال B، وهذا الواحد الثالث اللي هو شنو اسمه؟ هذا ال C. A و B و C. فهذه الاكسكلوسيف اور واند، وهذا اكسكلوسيف اور واند، فاذا هذا هالف ادر وهذا ايضا هالف ادر. هذا هالف ادر وهذا هالف ادر. زين، واربطهم اثنيناتهم، هذه الاوتبوت مالتهم مالت البوابة اند الاولى اللي هو جاي من الاولى راح اربطها ب عفوا باور اعتيادية، واللي جاية من الاند الثانية راح اربطها بأور اعتيادية. فإذا الاوتبوت النهائي راح يكون عبارة عن السميشن والكاري، بس شوية اكو اختلاف. فهنا شو نذاكر لكم؟ فول ادر كان بي فورمد، ممكن يشكل الفول ادر باستخدام باي كومبايننج تو هاف ادرز اند وان اور جيت از شون ان ذا ابوف. اذا هسه هنا عبارة عن تو هاف ادر، احنا الهاف ادر متفقين عليه هو عبارة عن اكسكلوسيف اور واند، فهذه اكسكلوسيف اور واند، وهذه ايضا اكسكلوسيف اور واند. هسه بقت عندنا مشكلة منو؟ مشكلة الكاري الان، هذا السي ان اللي هو احنا عندنا اي وبي، وعندنا فاريبل الثالث نعامله معاملة الكاري ان، هذا ينضاف في كل مرحلة من مراحل الجمع، يعني ناتج من المرحلة الأولى ينضاف للمرحلة الثانية، بعدين ينضاف للمرحلة الثالثة وهكذا. ف
as shown in above where the output الoutput شنو راح يكون output and carry in of the first adder becomes the input to the second half adder. هسه الoutput من الoutput والcarry in الoutput من منو؟ الoutput من الhalf adder اللي هو هذا الoutput. واحد من الادخالات الcarry in راح يكون input من الexclusive or الاعتيادية الثانية. بعد الoutput من من الهالف آدر الأول والكاري إن نفسه راح يكون أيضا إدخال المن للآند الثاني. يعني هسه حتى نعرف شلون راح تصير عملية ربط هذين الهالف آدرين مع بعضهم. أول شيء أنا عندي الهالف آدر الأول ما بي شيء، هالف آدر عبارة عن إكسكلوسيف أور وآند وولد لي سميشن، هذا هو طبعا مسميها بي آي حتى يميزها عن الرمز النهائي. فهنا وكأنما سميشن اللي ناتج من الهالف آدر الأول وهذا الكاري ناتج من الهالف آدر الأول، هذه ما عندنا بيها مشكلة، هذه ما راح تكون عندنا مشكلة. الـ output اللي راح يكون يطلع من الـ half adder الأول اللي هو summation راح يدخل على الـ exclusive or الثانية نفسها بالإضافة إلى من؟ إلى الـ carry in. الـ carry in اللي راح يصير هو الـ input variable الثالث. ونفس الكلام راح ناخذه، نفس الكلام إن هو هذا الـ output راح يكون هو إدخال إلى البوابة الـ والـ carry in اللي جاي من الـ input variables الثالث. خلوا بالكم ان الـ input variable بالمرحلة الأولى ما موجود، ترى شوفوا الـ input variable اللي هو الـ cn ما موجود بالـ half adder. يعني هنا هذه شوفوا هذه ما بيها cn، هذه مجرد half adder ربحتها، طلعنا هنا summation وهنا أنا cout، ما استخدمت بها الـ variable الثالث، فإذا هي إدخاليا فقط. طالما هي إدخالين فإذا هي half adder. بس حتى أمثل إدخال ثالث راح يكون عندي شنو؟ راح يكون عندي carry، راح أعامله معاملة الـ carry in. هذا الـ carry in راح أخذ الـ output الأول وأربطه ويا الـ carry in بالـ exclusive or الأولى، وبعدين نفس هذا الـ output مالت الـ summation والـ carry من جاي الـ carry نفسه هو هذا الـ input variable وراح يربط ويا من؟ ويا بوابة and. فسوت لي هسه هنا هذه شنو راح يسوي؟ هذا half adder ثاني، هذا half adder ثاني. هسه نتيجتهم اثنيناتهم هذه نتيجة الكاري الأول اللي راح تطلع من الاند الأولى، هذه شوفوا هذا الخط اللي هو الجي اي، هذا نتيجة الكاري اللي يطلع من الاوتبوت الأول ويعني من الهالف آدر الأول، والكاري اللي يطلع من الهالف آدر الثاني راح أخليهم على بوابة أور وراح ينطيني من عنده الكاري النهائي. اما بالنسبه للسميشن فالسميشن تلقائيا جاي من الاكسكلوسيف اور. يعني اذا تلاحظ انت عمليه الجمع اول شيء هنا بالهالف ادر الاول انطتني عمليه الجمع، النوبه نفسها دخلت على الاكسكلوسيف اور الثانيه بالهالف ادر الثانيه حتى اشكل الفول ادر. بس تبقى عندي مشكله الكاري، لازم اعرف شلون اتعامل وياه. الكاري راح يدخل على الاكسكلوسيف اور واحد من عندهم والثاني راح يدخل على الاند، والكاري النهائي اللي هو ناتج من عمليه الفول ادر الاول العفو الهالف ادر الاول ويا الهالف ادر الثاني اثنيناتهم اربطهم ببوابة اور. فبهاي الحالة بهالشكل هذا النهائي الكلي اللي امامكم اللي واضح على الشاشة كلها راح اقدر شنو راح اسوي؟ راح اسوي فول ادر باستخدام تو هالف ادرز اند وان اور جيت. هذا طبعا الجدول اللي راح يمثل هذه الحالة، وهنا عندكم المخطط اللي يمثل الرمز او الرمز خلينا نقول البلوك دايجرام للفول ادر، هو عبارة عن ثلاث ادخالات اسمها A و B و C N. C N اللي هي احنا قلنا ذكرناها قبل قليل، هي هذه C N الكاري N يسميها. فاذا هي ثلاث ادخالات شنو راح تنطينا؟ تنطينا بالنهاية سميشن واحد و C out، هذا السميشن الواحد و C out. هذا C out منين جاي من الاند الاولى والاند الثانية مربوطين بها بوابة اور. فهذا التروث تيبل هو عبارة عن شنو؟ هذا التروث تيبل هو عبارة عن ثلاث حالات من شوفوا ترتيبها راح يختلف. هنا شلون راح نكون نوزع؟ راح نكتب هنا الـ A الـ variables الـ input variables A بعدين B وبعدين CN. فإذا هنا أول شيء راح نعكس الترتيب، راح نكتب A B CN. فتنتبهون على هاي النقطة هاي بالبداية. بعدين نجي طالما أنا عندي هسه ثلاث إدخالات A و B و C، فمعناته عدد الاحتمالات راح تكون 2 أس 3 وبالتالي تساوي 8. فنكتب هاي الاحتمالات 0 0 0، هذا التقييم الاعتيادي احنا متعودين عليه 0 0 1
صفر واحد صفر إلى أن واحد واحد واحد. فإذا هسه بالحالة الأولى رقمنا ثبتنا الجدول، نجي هسه نكتب الأوتبوت الأول اللي هو يمثل عملية السميشن، والأوتبوت الثاني يمثل حالة الكاري. نجي احنا شنو قلنا عملية الجمع شلون راح تصير؟ راح تصير وكأنما هي A زائد B، A زائد B، فA صفر زائد صفر فنتيجتهم صفر، والكاري كاري صفر. فإذا A زائد B صفر، وزائدا الكاري صفر فالنتيجة صفر، فإذا صفر بصفر، ما عندي يعني من هذه. هنا نجي واحد زائد صفر زائد صفر، فايش قد؟ واحد والكاري صفر. صفر زائد واحد زائد صفر فالنتيجة واحد والكاري صفر. واحد زائد واحد زائد صفر، واحد زائد واحد صفر والباقي واحد، يعني الكاري راح يكون عندنا واحد. نجي صفر زائد صفر زائد واحد فهي واحد والكاري صفر. واحد زائد صفر زائد واحد، فواحد زائد واحد هي صفر زائد واحد فصفر والكاري واحد. صفر زائد واحد زائد واحد أيضا هي صفر والكاري واحد. والحالة الأخيرة راح يكون عندنا واحد زائد واحد زائد واحد فهي واحد والباقي واحد. هذه حالة الفول آدر. الفول آدر إذا هسه لازم إذا أريد نسوي في المراجعة سريعة عليها، هو عبارة عن combination أو هي حالة دمج من two full half others، اثنين half other أجمعهم مع بعض، لكن الأوتبوت مالتهم راح أستخدم بالhalf other الأول، راح أستخدم ويا الكاري إن. الكاري إن يكون إدخال إلى الإكسكلوسيف أور، وحدة من عنده راح يكون إدخال إلى الإكسكلوسيف أور، وحدة من عنده راح يكون إدخال إلى الhalf other الثاني مالت الأند، بوابة الأند. والأوتبوت الكاري اللي راح يتولد من البوابة الأند الأولى والبوابة الأند الثانية راح يتولد عندي كاري في كل مرحلة، أدمجهم مع بعض ببوابة أور واحدة، ولحصولي عليه من حتى أحصل على الكاري النهائي للعملية الفول آدر كاملة. يبقى عندنا الباينري البارل باينري آدرز. هسه احنا بالحالة الأولى بالهاف آدر الأول شنو حصلت؟ حصلت على 2 بيتس، يعني جمعت رقم مكون من 2 بيتس، زين. بالحالة الثانية حصلت على رقم مكون من 3 بتات. طيب ما بالك إذا احنا نريد نجمع أكثر N من البتات؟ هسه إذا نريد نجمع N من البتات شنو راح نسوي؟ راح نستخدم ما يسمى بالبارلل باينري آدرز. بارلل يعني متوازي، يعني احنا نستخدم أكثر عدد من الآدرز. فأيضا راح تكون لها فت فورم معين أو فت صيغة معين. As we discussed that the single full adder performs the addition of two 1 bits، يعني هنا هاي ذكرناها أنه لما يكون الهالف أدر الواحد يستخدم بتو بيتس، الثري بيتس راح نستخدم بالفول أدر. لذلك البارلل أدر is used for adding all bits of the two numbers simultaneously. هسه إذا نريد نجمع لما يكون عدد مكون من أكثر عدد من البتات more than one، يعني more than one bit، فبالتالي منطقيا احنا راح نحتاج أكثر من full adder واحد. يعني هسه احنا بالبداية استخدمنا حتى مثل الفول adder استخدمت أكثر من half adder واحد، استخدمت half adder اثنين. هسه إذا أريد أمثل أكثر من 3 bits راح أستخدم هالمرة أكثر من منو؟ أكثر من full adder كامل. By connecting number of full adders in parallel، عملية دمجهم أو عملية ربط أكثر من full adder بشكل متوازي parallel، N bit parallel adder is constructed. إذا لما أجي أستخدم N من N من الفول أدرز راح أحصل على N من N أدرز راح أستخدمها فول أدرز. From the above figure it is noted that there is no carry at the least significant position. من العملية السابقة إحنا ما كان عندنا carry the least significant position، hence we can use either half adder or may the carry input full adder to zero at this position. هسا خلينا نشوف شنو راح يقصد بهذا الكلام. شوف هنا راح يستخدم هذا اللوجيك دايجرام للفول adder. إحنا الفول adder قلنا من يتكون؟ يتكون من ثلاث إدخالات اسمهم الـ A والـ B والـ C، مو صحيح؟ وعندنا إخراجين اللي هم عملية الـ S اللي هي الجمع، والكاري اللي يتولد للمرحلة التالية. شوفوا هذا الكاري راح استخدمه كانبوت المند للمرحلة التالية. فهنا العملية راح تبدي من اليمين إلى اليسار، يعني عملية ترقيمنا أو شغلنا راح يبدي من اليمين إلى اليسار، حتى رموزنا راح نكتبها من الـ A بعدين الـ B وهكذا. فاللي راح يصير عندنا إنه أنا راح أحصل على مجموعة من الفول أدرز، يعني أنا أريد أجمع رقم مكون من N من البتات، فإذا راح استخدم N من الفول أدرز، أوكي؟ فهذا هذا الأدر الأول، فول أدر أول، بعدين فول أدر ثاني، بعدين فول أدر ثالث، وفول أدر رابع، وهكذا إيش قد ما أريد نجمع عدد من البتات.
بس لازم نحافظ على السياق. شوف هنا في كل مرحلة أكو عندي ثلاث إدخالات، عندي A و B و C N اللي هو الإدخال اللي يكون initially بالحالة الأولى اللي هو ثلاث إدخالات اللي هي A و B و C. الأوتبوت اسمه الأول S not يعني بالإشارة إلى اللي هي مرحلة الأولى S not و C out الأول. بعدين هذا C out الأول هو نفسه راح يصير وكأنما هو C N بالمرحلة التالية، وراح يكون عندنا إدخال A واحد B واحد، يعني راح يتغير هنا تقييمهم، راح اخذ البت الثاني بالنسبه للاي بالنسبه للبي وكذلك بالنسبه للسي ان. السي ان من هو؟ السي ان هو السي اوت نفسه. شوفوا السي اوت اللي طلع من المرحله الاولى راح يصير هو سي ان للمرحله الثانيه. النتيجة الجمع بالفول ادر راح تنطيني سميشن الاول يعني نتيجه ثانيه، وراح تنطيني ايضا سي اوت كاري، لان احنا بكل عمليه جمع اكو سميشن واكو كاري. هسه هذا الكاري نفسه راح يكون ادخال المرحله الثالثه، وهكذا العمليه جاي تستمر بالنهايه. فتلاحظ هذه هي عمليه الجمع النهائيه اللي هي من اس نوت اس 1 اس 2 اس ان من البتات. شوفوا هنا اس ان هذه هنا تارك لكم بها نقاط، يعني معناته تستمر الى قد ما انت تريد. وبت اخير راح يكون عندك اس ان من، يعني عمليه الجمع تعطيك اس ان، ان يشير الى رقم البتات، ايش قد انت تريد تجمع كم بت حسب الان، وراح يتولد عندنا بالمرحلة الأخيرة أكيد الكاري. يعني احنا قلنا في كل مرحلة أكو نتيجة للجمع وأكو نتيجة للكاري. هذا الكلام هو ذاكر لكم إياه هنا. The figure below shows a 4 bit. هسه هنا إذا يريد يجمع 4 bit. هسه احنا هذا بشكل عام 10 20 قد ما نريد نجمع. لكن هسه هنا إذا نريد ناخذ نجمع 4 بتات باينري نمبر آدر، راح استخدم 4 بتات. Which has 3 full adders and one half adder. إذا هسه هنا الفور بت حتى تتمثل راح استخدم من عندها الثري full adders، ثلاثة من الفول ادر، three full adders and one half adder. خلينا نشوف the two binary numbers is to be added are، من هي الأرقام اللي أريد أضيفها؟ أريد أضيف الرقم الأول اللي اسمه من أي نوت إلى أي ثري، يعني شنو؟ يعني الرقم مكون من أربع بتات، اول بت اسمه اي نوت، الثاني اسمه اي 1، الثالث اسمه اي 2، الرابع اسمه اي 3. فاذا هسه صار عندي رقم اول مكون من اربع بتات هذه اللي هو بدلاله الاي، والرقم الثاني ايضا لازم اجمعه ويا رقم مكافئ له ايضا من اربع بتات اللي اسمه البي. فاذا اريد اجمع الاي ويا البي، الاي مكونه من اربع بتات والبي مكونه من اربع بتات. ف حتى انفذ هذه العمليه شنو راح احصل؟ راح احصل على عمليه جمع This parallel adder produces their sum as. شنو راح تكون عملية عملية الجمع هذه؟ راح تكون عملية الجمع هي عبارة عن S not S1 S2 S3 and الكاري الرابع اللي راح ينتج بالأخير. يعني وكأنما نتخيلها بهالشكل هذا، اللي راح نصعد من فوق هذه، شوفوا هذا الاس، هاي الاس نوت وهذه الاس 1، هذه اللي راح هذه الاس نوت وهذه الاس 1، هاي اللي لحد الان جمعنا اثنين بت الاول والثاني، هنا الثالث، بعد نحتاج واحد اس نوت اس 1 اس 2 اس 3 واخر شيء الكاري اللي راح ينزل ايضا يضاف لهم. بتلاحظ هنا هي الاس نوت واس 1 واس 2، بعد نتخيل هنا يكون عندنا الاس 4 او العفو الاس 3 اللي هو البت الرابع، والكاري اللي راح يصير بالمرحله الاخيره وير سي 4 هذا اللي هو من هو is the final carry، الكاري الأخير اللي راح يطلع بالمرحلة الأخيرة فقط، هو اللي راح ينضاف بالناتج النهائي. فهو هنا راسم لكم إياها، بالضبط هو مثل الكلام السابق، ما في أي شيء جديد، مجرد إنه راح يرتبها على أربع بتات، هذه الأي نوت، هذه البي نوت، هذه السي إن، هذه راح تكون هي الأس نوت. الأوتبوت اللي راح يطلع منها اللي هو الكاري أوت، راح يكون هو سي 1 إلمنت لهذه للآدر الثاني. أول مرحلة هذه هي عبارة عن هالف آدر، ليش؟ لأن هنا سي إن أنا ما عندي إياها، عندي فقط الأي والبي، حالياً ما عندي فقط الأي والبي، أوكي؟ لما يتولد عندي الكاري، لما يتولد عندي الكاري نتيجة عملية جمع الأي زائداً البي، يلا راح يكون عندي إدخال الثالث، فلذلك هي عبارة عن هالف آدر واحد، أول واحد هو عبارة عن هالف آدر، والبقية هم عبارة عن فول آدر. فإذا هسه حتى أبني أو حتى أكم أنجز عملية جمع لرقمين مكون كل واحد من عندهم من أربع بتات، راح أحتاج بتنفيذها أول مرحلة راح أحتاج بها هالف آدر واحد وثلاثة فول آدرز. ليش راح أحتاج أول مرحلة هالف آدر واحد؟ لأن أنا بالبداية ما عندي شيء اسمه سي إن، يعني أنا أصلا هنا إذا نجي على التروث تيبل هذه
تذكرون هذا بالفول آدر الأول شنو قلنا؟ قلنا أول حالة هي A زائد B، صفر زائد صفر. أنا حاليا عندي صفر زائد صفر وما عندي كاري، لأن ما عندي كاري من المرحلة السابقة، يعني أنا حاليا صفر زائد صفر 100% الكاري من المرحلة السابقة هو إنيشالي زيرو، لأن أنا ما عندي مرحلة سابقة، إحنا تونا مبلشين. فبالتالي بالمرحلة الأولى فقط، فقط في الأولى راح يكون عندي وكأنما هي هالف آدر، لأن هي فقط A وB، هي فقط A وB. بعدين نتيجة جمع الـ A زائد الـ B لربما تتولد، لربما تكون هذه واحد زائد واحد وراح يكون عندي كاري، فبالتالي ممكن راح تكون عندي كاري يتولد من المرحلة الحالية وتنتقل إلى المرحلة الثانية. بس طالما إحنا بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى ما بيها كاري بالبداية، فبالتالي راح يمثل بهالف آدر فقط، فقط بالمرحلة الأولى. المراحل البقية كلها راح نشوف فيها فول آدر، فإذا هذه النقطة مهمة ننتبه لها. النتيجة النهائية اللي راح تكون من هي؟ هذه هي النتيجة النهائية، هذه هي النتيجة النهائية اللي هي S0 S1 S2 S3، يعني نتيجة كل فول آدر أو كل آدر، كل آدر هذا وهذا وهذا وهذا، بالإضافة إلى منه؟ بالإضافة إلى الكاري الأخير اللي راح يجي من عملية الجمع الأخيرة، آخر شيء اللي راح هذه راح تنزل عندنا هنا، فيصير C4 C3 C2 S1 S0، هذه هي نتيجة الجمع النهائية، تكتب بهذا الشكل. هذه أذكر لكم إياها، هو C4 S3 S2 S1 S0. هذه most commonly full adder design in dual inline package integrated circuit، هذه نعطيكم هنا رقم الـ IC، هنو عندنا رقم IC اسمه كذا 74LS283، هو عبارة عن 4 bit full adder، يعني لو كنا نشتغل عملي كان نقدر نسويها بالمختبر ونشوف انه هي تقوم مقام الفول آدر، يعني آي سي صغير يقوم مقام الدائرة نفسها أو يمثل الدائرة نفسها. هذا بالنسبة للجزء الأول من هذه المحاضرة.